السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أخواتي إخواني في هذه الحلقة تاع اليوم. هذه الحلقة اللي غنشاركوا فيها جميع واحد الوصفة الكبار والصغار اللي التخلص من مشكل ديال الحساسية ديال الصدر فاش نكونوا مصابين بالزكام، وأيضا الكبار والصغار اللي كيتصابوا بالتهاب اللوزتين. وصفة جدا فعالة وبمكون يعني رائع غني على التعريف. قبل ما نبداو هذه الحلقه تاع اليوم، كنتمنى من الناس اللي كيزوروا قناه جرب حكم اول مره، كنتمنى منهم يشاركوا معنا على القناه ويضغطوا على الزر الاحمر باش يتوصلوا بوصفاتنا فضلا وليس بامر. ولا كانت اخواتي اخواني قناتكم جرب حكم كتستحق الدعم والتشجيع ديالكم، فما تبخلوش علينا بالدعم ديالكم والتشجيعات، جزاكم الله خير، والتعريف بوصفاتنا لتعميم الفائده. نرجعوا اخواتي لهذه الوصفه، هذه وصفه بلديه، وصفه استعملوها ناس زمان، وصفه بمكون رائع كما كتشاهدوا. الثوم ضروري يكون الثوم الاحمر، فهو تيكون مجهد شويه. الثوم الاحمر زوين بحال كيف ما البصله وكيف ما يعني البصله الحمراء. الثوم الاحمر الطريقه ديال الاستعمال ديالو، الا عندكم الوليدات ولا عندكم شي شخص عنده حساسيه ديال الصدر ولا مصاب بالزكام ولا عنده التهاب ديال اللوزتين، فافضل طريقه باش تحاربوا هذا المشكل هذا وهو الثوم. طريقه التحضير ديالها عن طريق التبخير، يعني باش ما تفقدش الفوائد ديالها نديروها فوق. الا درنا يعني الطاجين، الا درنا طيبنا الطاجين نديروها من فوق باش تبخر لينا. الا ما استعملناش طيبناش الطاجين نديروها في الكسكاس يعني نبخروها. اما بعض الناس كيديروها في الماء يعني كيسلقوها كتمشي كاع الفوائد ديالها. افضل طريقه نديروها مبخره، الثوم مبخره راس واحد كل يوم، يعني ناخذ راس كبير من الثوم الاحمر كل يوم قبل النوم. طريقه ديال الاستعمال ديالو بالنسبه للكبار، غادي نديروا معلقه كبيره ديال العسل، بالنسبه للصغار نديروا معلقه، نخلطوه مع معلقه صغيره. هذا يعني كيف ما كتشاهدوا هذا الراس تاع الثوم فهو مبخر، يعني افضل طريقه وهو نبخروا الثومه ما نطيبوهاش في الماء باش ما تفقدش الفوائد ديالها. بالنسبه للطريقه فاش غادي نبخروا الثوم ديالنا، كيف ما كتشاهدوا كتولي رطبه بحال هكا. غادي نجيب واحد المعلقه ديال العسل صغيره الا عندنا الطفل صغير، ولا بالنسبه للشخص الكبير معلقه كبيره ديال العسل. بالنسبه للشخص يعني الطفل الصغير سنتين فما فوق نديروا معلقه صغيره ديال العسل. العسل الحر، الا كان العسل الحر ما كانش ديروا العسل ديال الكاليبتوس ولا العسل ديال الليمون. نحركوها مع هذا الراس ديال الثوم ونعطيو هذه المكونات للطفل الصغير. معلقه صغيره يعني معلقه صغيره تاع العسل مع راس ديال الثوم، فص ديال الثوم مبخر، نخلطوهم بجوج على شكل عجين ونعطيوها للطفل ديالنا قبل النوم مباشره، يعني ما نخليوش يتعرض للبرد. ولا كان الشخص كبير ناخذ كذلك فص ديال الثوم كبير احمر مبخر، نديروا معاه معلقه كبيره ديال العسل، العسل الحر، ونخلطوها وياخذها الشخص الكبير لمده. هذه الوصفه هذه كتخدم مره واحده في اليوم قبل النوم، وما نتعرضوش اخواتي اخواني للبرد. فاش ناخذوا هذه الوصفه هذه مباشره للفراش باش يعني نستافدوا من الوصفه وتعطي الفعاليه ديالها بعد مرور واحد 3 ايام، يعني يكونوا على يقين انكم غادي تحسوا بواحد الراحه كبيره. الناس اللي كيعانوا من حساسيه ديال الصدر، الناس اللي عندهم مشكل ديال الزكام يلا في العلامات الاولى ديالو، الناس اللي كيعانوا من اللوزتين يعني التهاب اللوزتين الحلاقم، فاش يلا كيبداونا الحلاقم يا ريت تستعملوا هذه الوصفه. بعد مرور 3 ايام غادي يعني ان شاء الله غادي تلاحظوا فرق كبير. الوصفه كتستعمل مده ديال 20 يوم حتى ل 15 يوم يعني، فهي كافيه غادي تحسوا بالراحه التامه. نتمنى منكم اخواتي اخواني تجربوا هذه الوصفه ديال الثوم مع العسل، فهي رائعه. الثوم يكون مبخر، يعني الثوم مبخر، كنأكد على المعلومه، الثوم نبخروه في الكسكاس ما نطيبوش مع الماء لان كيمشيو الفوائد ديالو بزاف. واللي ما عندهاش الامكانيات يمكن لها طيبوا مع شويه تاع الماء، ماشي مشكل، المهم انها تستافد من الوصفه. الوصفه تتخذ مره واحده والمده ديال 15 حتى 20 يوم باذن الله، غادي تلاحظوا واحد التحسن كبير. كنتمنى اخواتي اخواني تكون هذه الوصفه نالت الاعجاب ديالكم، ونتمنى الا كانت هذه الحلقه نالت الاعجاب ديالكم ما تبخلوش علينا بالتشجيعات ديالكم والدعم، وما تنساوناش بالدعوات ديالكم. والى اللقاء في حلقه قادمه باذن المولى عز وجل.